يقول أنه يستيقظ قبل أذان الفجر بساعة لقيام الليل، فهل يعد هذا الوقت وقتا فاضلا لقيام الليل ويعد من الثلث الأخير؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فهذا الوقت هو من صلاة الليل، الوقت لصلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فكل صلاة تقع بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر غير راتبة العشاء يقصد بها التنفل والتطوع هو من صلاة الليل، وكلما كان الوقت متأخرا كان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، يعني في بطنه، في وسطه، في أواسطه، وذلك وقت النزول الإلهي. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع، من طمع منكم أن يوتر آخر، من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، فإن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا يدل على فضيلة تأخر صلاة الليل إلى آخر الليل لحديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله تعالى عنه. فالصلاة أخيرا قبل الفجر بساعة هو من الوقت الفاضل في الثلث الأخير من الليل، سأل الله تعالى أن يقبلنا وإياه بفضله وأن يمن علينا بما يشرح صدورنا وأن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.